يا فيما على راديو، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم ومكملين حوارنا الأخضر. المرة هذه أخضر مستحمر في حضور الإعلامية عربية حمادي. عايش. لكن توت سويت لافيون روز. المرأة اللي تظهر قوية هكا وتسوق الراحة الإيماج هذه في فيديوهاتها، سامحني يعني نجم نقول هالكلمة في بعض الأحيان سليطة اللسان نقوله، أي أي وتبين ما تحسش برشا. قديش من مرة حست بالحب؟ قديش من مرة عاشت الحب؟ مرة عشت الحب مع أحلى راجل في الدنيا، اللي راجلي معني أبو بنتي. حب ما يتكررش، يعني عشت بكل، عشت بكل معانيه، عشت في ضعفي، في قوتي، في دمعتي، في فرحتي، في حزني، في أقوى وأقصى المواقف، في أكثر تتويجاتي. توجت على إيديه ملكة، بكيت في حضن طفلة، توجعت على يعني توجعت من كلام كان هو دوايا، كانت دفعته لي ظهر نتسند عليه. فحبي الأول والأخر هو طيب صادق. شنو هي أحسن موقف تتفكر وعملوا معك؟ مش نقول لك ورد وجاب لي الورد وجاب لي، ممكن يعملها أي راجل. أما الموقف اللي عمري ما ننساه واللي باش تعرف باش تحس بيه برشا نسات هو اللي باش يسمعوني سيرتو، اني انا وحيده امي الله يرحمها، ما عنديش اخوات بنات تعيش وترحم. عندي خو فقط، فولدت بنتي في قطر، معني كنت نعيش في قطر فولدتها غادي. حماتي ما نجمتش تجيني، امي مش موجوده، اخت ما عنديش. تعرفوا الناس الكل انه فما مرحله نفاس يتسمى نفاس، معني بعد الولاده، وانا ولدت سيزاريان ولدت بالعملية. فاللي وكلني وشربني ونفسني ودوش البنتي وهي مزلت لحمة ويطيب لي في البرود وفي كل ما تاكله المرأة هو راجلي، هو اللي وقف معايا، هو اللي كان اللي يلعب البريود هذيك دور الأم ودور الحمات ودور الأخت. لكن الموقف هذا عمري ما ننساه. تحية لي. عيشك. أكثر كلمة توجهت لك من الإعلام ووجعت من الإعلام؟ شيء على خاطر تو سامبلومون اللي أي كلمة تتقال على لسان أي حد من الإعلام وكأني لم أسمعها، الرد عليها أي أنا باش توجعني بلا باديتو. خيبة أمل صارت لك في حياتك وما تنساهاش؟ ولو أني منحبش نذكرها على خاطر ديما أنا نقول ناس تعذر. ما حدث في قناة حنا بعل، معناها وقفنا وقفة واحدة، إيد واحدة، حبينا ناخذ حقنا، حبينا القناة هذيك توقف على ساقيها. كنت أنا في الصدارة، أنا تكلمت، أنا واجهت، أنا اتخذت مواقف قوية، ومن بعد جبدوا بي، نجم نقول جبدوا بي، معناها فهمت. كنت كبش فداء في قناة حنبال؟ كنت شكلا، لكن مضمونا كنت واعية باللي نعمل فيه ومسؤولة على اللي نعمل فيه وفرحانة باللي عملته بالنتيجة اللي وصلت لها. مش كنت مستاءة بالأساس من زملائك في الفترة ذيك اللي كانوا معاك واللي من بعد جبدوا بيك؟ لا ما نذكرش أسامي. أتعهد بأن أكون صريحة وجريئة وأجيب على كل أسئلة. أما الإشكالية ذي تحملني مسؤولية قانونية طونك أنا ما عنديش براف، ما نجمش نذكر أسماء إعلاميين. نعرف أنه صار لكن ما عنديش دليل. ما فهمش دليل. ما عنديش دليل وهذا يحملني مسؤولية. به كملنا لافيون روز. طيب باش ندخلوا في أليرت روش. أيوة مستعد. أليرت روج. حاجة ضرورية اليوم عربية حمادي تمشي لبسي؟ كلنا نمشي لبسي وكلنا، شكون فينا في تونس ما هوش تحت ضغط نفسي؟ شكون فينا ما هوش تحت ضغط اجتماعي؟ شكون فينا ما عندوش ديون خايف منها؟ شكون مش خايف من انهيار الدينار؟ شكون مش خايف من الحدود المستباحة؟ شكون مش خايف من العركة الحزبية؟ صيغة الجمع جميلة لكن نحكي على عربية كلنا. حمادي أي مستحقة تمشي لبسي؟ لا. أو ضرورة؟ لا، هو كي تبدأ أنت في مرحلة، في مرحلة وعي باللي أنت تعمل فيه وتأسوم اللي أنت تعمل فيه،
ما نتصورش علما وانه مش عيب معناها ماهيش مشكله يعني انه واحد مشى لبسيسه بيدير انه مهبول ولا وايحاء السؤال نتاعك انا فهمته مليح يعني ما خلف السؤال انه انا مواقفي قد تكون ردة فعل على ازمه نفسيه انا عايشتها ولا لا بديتو انا امراه مشكلتها تحب البلاد عشت في غربه 11 سنه روحت من غربتي بعد 11 سنه نعرف اش معناها غربه ووضعك انت في الغربه ونعرف اش معناها بلادك فانا روحت لداري الملك كنت كاريه دخلت لداري الملك داري الملك قاعده نشوف في عبيد تضرب فيها بالحجر من برا نضرب على داري من برا ساره ما همش في داري لا من برا هما لو وصلوا دخلوا للدار انتهى ولهنا نستحضر مشهد من فيلم عمارة السفارة في العمارة وقت عاد الإمام الابارتمون نتاعو هو كان يعيش في دبي وروح للدارو ولقى الدار مغبرة لأنه غاب عليها سنين وقت اللي دخل للدار وتنظفه هو وجماعة السفارة الإسرائيلية ودرشنية ثم مشهد رهيب وقت اللي جاه السفير كانفيتي وتوالت بعد السفير الضيوف للي تسكرت الدار باللي زانفيتي وضياقت عليه هو وخرج هو من الدار كان مشهد معبر بشكل مش طبيعي به مش نسمع كانت ضيفتنا في افام في برنامج ستار تايم الممثله الكبيره امال علوان واعطت رايها في اللقاء تعمل فيه عربيه حمادي مرحبا نسمعوا تو سويت نحسها معناتها لازمها تركح الجو شويه سي بون الدوزه طلعت الفوق سي بون على الاخر لازم القهوه توكلي تبدا هكا تهدى بشويه بشويه فهمت سي بون معناها حاسين بها وفاهمين انه اعلاميه كبيره بالتجربه اللي عندها نجم تكون في اعز بلاتوات وألانيم بيان وعندها ما تقول في روحها معني أنا واحدة من الناس نحس وجيعتها ونحس اللي هي تحسه فهمت تبقى يزي نقولها فهمت والإعلام ما هوش يسمي الفهري بوان أين علقة؟ هذا رأي الممثلة أمال علوان أمال قال فيك برشا كلام باهي وعطت رأيها كان نصيحة كان سمعت مدام أمال نحبها برشا أنا وديجا زاد سمعت رأيها فيها في قناة الزيتونة في آخر باساج تعديت فيه ثم نقطة مذبية نوضحها طبعا نصيحتها على راسي وعيني ويعطيها ألف صحة مش وقيت باش تهدى القهوة كما قالت هي لا مش حاسة بوجياتك اللي هي باش تقولها لنا شنو هي الوجيات هذه هي هذا هو بيت القصيد ما يسوق وفعلا يوجعني هذا يوجعني ما يسوق يعني صورة المرأة المكسورة راهي غلبة راهي غلبة انه فما عباد قاعدة تسوق اني انا نتكلم على خاطرني انا بطالة وعلى خاطرني انا نحب نخدم وما لقيتش مجال لا حول ولا قوه الا بالله يعني انا اذا كان نخدم واذا كان انا يكون عندي بلاتو ونشوف العوج نسكت ما فهمتوش المنطق هذا معناتها هل انا اكتفي بانه يكون عندي سالير ناكل ونشرب منه ونقول ضربه في حيط كانها مش في جنبي ومعناها لخصت الحرب اللي أنا عملتها على هالرداء الإعلامية في إني أنا موجوعة من شنو يا أخي توا مرأة في عمري ومرأة عاشت 18 سنة إعلام ومرأة عاشرت كل الجنسيات العربية ما تعرفش من أين تأكل الكتف ما نعرفش السهريات وين ما نعرفش وين تتصحح العقود ما نعرفش الكاستين كيفاش يصير ما نعرفش كيفاش نخليهم يرضوا عليا راوضت حنا العباد اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش مش طبيعي الناس كل تعرف سهريات وين الناس الكل تعرف الكاستين كيفاش لا مش انا اللي مش انا اللي قلته اللي فيديو اللي هابطين كلهم قاعدين يقولوا القعدات والجروبات والكلونات معروفين وين يقعدوا وهما يوثقوا في سهرياتهم بالتليفون ومش اتهام هذايا ولكن وقت اللي انا نشوف المجموعه هذه نفس الاسماء في نفس البلاصه بنفس معناها كيفاش يغطوا على بعضهم كيفاش يدافعوا على بعضهم كيفاش يضربوا في غيرهم اللي ماهوش بنفس كيفهم التكتل. بنفس التكتل برافو عليك ما لقيتش الكلمه يعيشك معناتها انا كي نتكلم ونقول راهو هذا احمر راهو هذا احمر راهو هذه اللونات ما تتلبسش في استوديو فمش علاش تلبسها في استوديو معناتها انا موجوعه منيش موجوعه ماديا الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله الحمد لله يا ربي موجوعه من شنو يهديكم ربي معناتها تتكلم مش من وجعه لا
لا حول ولا قوة إلا بالله. موجوعة من شنو؟ موجوعة إني أنا مانيش طرف، من مانيش بيون في كتيبة، مانيش بيدق في كتيبة. هذه الكتيبة مش نحكيو عليها ديجا، كلمة الكتيبة اللي أنت توظفها ديما به نجيح بعض الأسماء وبعض البرامج، عملك عقدة كي تشوف بعض لسامي اليوم ناجح. تعرفوا أنا قبل ما نجيك وكان ترجع، كان واحد من زملائك يدخل تو للفيسبوك تو يتأكد معنا من كلامي، تو وأنا جايتك في الكرهبة نقرأ في المير، جاني المير زميلة سماح مفتاح عندها برنامج جديد في حنا بعد، أعلنت اليوم الحلقة ونحن معناها وقت ان احنا نسجله في الحلقة نتاعك، أعلنت شكون ضيف هالليلة، كتبت لها كومنتير بالتوفيق. كيفاش يزعجني نجاح زميل؟ كيفاش يزعجني حاجة نتفرج فيها تضيف؟ كيفاش يزعجني نتفرج في سكاتش يضحكني؟ كيفاش يزعجني أني نشوف زميل من الزملاء التوانسة يكرم في دولة عربية كأفضل إعلامي ولا كأفضل سيناريست ولا كأفضل ممثل ولا كأفضل كاتب؟ كيفاش يزعجني؟ يزعجني وقت اللي يتجبد اسم تونس وتتجبد نساء تونس ويتجبدوا رجال تونس بالسيء في برامج في دول عربية. هذا يزعجني. كيفاش يزعجني أني أنا نشوف زميل وهرة وحضور وثقافة وثقة في النفس ونشوف زميل بين قوسين ومعقفين واللي تحب عليه وبيناتنا وبيناتنا يرعش مفجوع يتهز ويتنفض في بلاتو يتفرجوا فيه الملايين. لن أذكر أسماء، وتحبني نذكر أسماء نذكرهم؟ إيه وضح لي خاطر ما مريتهاش الصورة قبيلة قلت لي ما كيف مريتهاش كيف مري باهي هذه صحيحة عندك الحق، هذه لن يلزمني القانون فيها بشيء خاطر صورة على شابي على شابي، معناها كامرأة عشت 18 سنة إعلام نقول أنه على شابي من أفضل المحاورين من أذكى المحاورين، حضور ذكاء لباقة من فراغ يخلق يجيب لك السؤال تسمح لنفسك انه تتفجع في بلاتو، تسمح لنفسك انك خايف من خنفوس؟ اعطيني انا شنو الاضافه وقت لي انا نتفرج في علاش شابي خايف من خنفوس ويرعش؟ هل تخدم صوره الراجل؟ هل تخدم صوره الاعلامي؟ هل ترفيه؟ يا اخي العزيز راه فما فرق ما بين الترفيه وما بين الرداءه، ثم فرق ما بين الكوميديا وما بين الكوميك. أنا منيش مسرحية وما قريتش علوم المسرح باش نفتي، أما على الأقل ذو ماليزابيسي. أما سيناريست ما شاء الله عليك في المكالمة متاعك مع علي في سرك في بير سيناريو مكتوب كوميلفو والله ورس بنتي لكن مكتوب كلمة ارتجال، قوتي أنا ظهرت في ضعف الطرف الآخر، معنى أنا ظهرت طرف قوي مش خطر أنا قوية، خطر الطرف الآخر ضعيف. الطرف الآخر هو على الشاب اللي هي البراد، خاطر التليفون ما مشيش طول على الشابي. التليفون تعدى اترافير ستاندار، تعدى اترافير بروديكتور ولا ما نعرفش معناها المعد ولا مساعد المهم عرفش شكون الشخص، تعدى للمباشر للمذيع. ضعف المذيع وين؟ وقت اللي ما يكونش هو مسيطر على الفريق العامل معاه، وقت اللي هو ما يكونش حاطط نواميسه وقواعده في تقديم البرنامج متاعه. انا في برنامج مباشر كيفاش نسمح انه اي انسان يهز تليفون يحكي حكايه من الناس؟ هو برنامج اجتماعي تطلب العباد الكل تتكلم وتدخل، لكن هذه النقطه في حد ذاتها باش نحكي فيها معاك عربيه. اوكي اخلاقيات المهنه وانت اعلاميه تقول كونك تعمل مع زميل هكا وقت اللي انت الزميل هذايا وقت اللي تتلاقى اخلاقيات بلاد مع اخلاقيات مهنه، اخلاقيات البلاد تجب ما بعدها. وقت اللي معناها انا تعتبر اللي هو مش من اخلاقيات المهنه تعامل هكا، لكل قاعده قانونيه استثناء، ما قلتش مش من اخلاقيات المهنه ولكن نقول لكل قاعده قانونيه استثناء. اخلاقيات المهنه ليست قران، واخلاقيات المهنه وقت اللي نشوف شخص يعفس فيها لانه انا عملت رياكسيون، انا ابديت موقف من حاجه قدامي مش انا جيت عملتها من فراغ. سامحني وقت اللي انا تكلمني زميله مانيش باش نذكر اسمها، اسم كبير والله ومن غير حلف، تكلمني تونسية البرة تقول لي عربية شنو اللي صاير في تونس؟ تقول لي عربية شنو المهز من بعض الأسماء دي ما نقول راهو إن خليت خريبت اللي صاير في تونس. تعرف نحن التونسي قبل، أنا قلت لك مشيت الخليج عام 2000 معناه مازال فيل تعرف كي تقول تونسي
يا ودي كي تقول كلمة عايشك وكلمة برشا تحشم على روحك من ردود الفعل الترحيب ومرحبا وتونسي برتا وقول تونسي لا مازال عنا توينسا سامحني يا عربي عنا توينسا من الصف أول وسامي ترعب وسامي تفجع باش نسمي لك مش باش نقول للناس الكل كي تسمي أيوة فوالا أنا توش قلت لك عيسام الشوالي لحظة أنا توش استشهدت لك بشكون ظافر يا محمد يا محمد أنا استشهدت لك بشكون قلت لك اسم ليه شنة ورنة في المشهد الإعلامي البرة تونسية يعني أنا قبل ما أنت تقول قلت لك عن أسماء لكن قاعدة نقول لك إنه هالأسماء هذه الكبيرة تأثرت السمعة التونسية بما يقدم في بعض وسائل الإعلام وديما نقول بعض وسائل الإعلام مسألك سؤال وجاوبني بصراحة أذك بليزير لو كنت تخدم في نفس القانية مع علي الشابي في الفترة ذيك وعندك برني مشكي تعمل نفس العملة نعمل نفس العملة وهون زيدك أنا نطرح سؤال آخر أنا لو يرجع الزمان التالي تعاودها نعاود نفس الموقف اللي عملته لإني ألف مساج بعثت وألف تدوينة هبط وقلت أراه ما أنا شوف ما قلتش البرنامج سيء وما قلتش البرنامج يفبرك كما سوق وما قلتش البرنامج قلت البرنامج لا يستقي الدقة ولا يستقي التأكد مما يمرر فيه واضح مرحبا بكل واحد عنده إشكالية ويحب يفرغ قلبه والتونسي يسمعه أما يا أخويا اتأكد لي أنت أنه وكلي تتكلم هذيك وكل حكاية اللي يحكي فيها السيدة ذاك ولا المدام هذيك صحيح ومرحبا